لو احنا كاباء ارضيين مشينا بطريقه ان نبتلي اولادنا، وبالتالي لو لقيت ابني مش كويس احط له بقى شويه فيروسات في اللبن مثلا او حاجه زي كده، من عايز ابتليه عشان يصلح امره، او مثلا اقصى على ابني اكسر له رجله عشان يبطل ينزل يروح في الحته المعينه دي، او مثلا احطم معنوياته. هل احنا كبشر حتى النهارده في ايامنا دي نقدر نعمل كده مع اولادنا، ولا دي حاجه بعيده عن العلاقه الابويه تصلح يمكن للعبيد والساده؟ فان كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطي اولادكم عطايا جيده، فكم بالحري، كم بالاقصى، كم جدا جدا ابوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسالون. اذا احنا نعترف ونؤمن بان الهنا اسمه عندنا صانع الخيرات مش صانع البلاي، وبالتالي ده امر لازم نكون مدركين انه امر يصلح الانسان ايضا، ولكن لا يفقد الانسان علاقه الطيبه بينه وبين الله، وده شيء مهم على العلاقه المستمر. اذا كانت الامراض او الاوبئه ابتلاء من الله، طب باي حق ناخد ادويه؟ هنقاوم ابتلاء الله ولا ايه؟ لا، ربنا ابتلاني بمرض استسلم بقى ولا ايه؟ ولا انا هقاوم بقى اللي ربنا بيعمله؟ وربنا يبتليني بمرض وانا اروح اتعالج منه؟ سؤال يحتاج لاجابه. طيب ولو حصل لي ضائقه، طب احاول اتصرف ولا استسلم؟ ما هي ابتلاء من الله، الطبيعي اني استسلم ليه. وده طبعا محدش بيعمل كده.